عملتوا ايه؟ هل طب استنى. متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم. النهارده من أمام لجان بورسعيد هنطمنكم على شباب بورسعيد. عملتوا ايه؟ عملتوا ايه في الامتحان؟ هنشوف كده آراء طلاب الثانوية العامة عن مادة علم النفس. يعني والله أنا ايه أخبار؟ والله العظيم هو الامتحان كان حلو، بس يعني أنا عايز أقول كلمة. مستشارين المادة علم نفس ولا علم نفس؟ المستشارين بيخلطوا، يعني بيخلطوا بالأسئلة، مش بيخلطوا، بيقعدوا يتناقشوا بالأسئلة، فإحنا أكيد مش هنجيبها من أول مرة خط لازم. اللي بيحط الامتحان ابوس ايدك راعي اللي احنا بتعمله. يعني انا امي دلوقتي قاعده سمنتها بتعيط، وانا اعمل ايه طيب؟ يعني انا عرفت ان انا ممكن اشيل ماده، تعمل فيها ايه؟ ابويا يعمل فيها ايه؟ الفلوس اللي دفعها ايه؟ انت ايه؟ يعني حليت ولا لا؟ يعني هي الحمد لله مشي، بس مش الله ما شاء فعل. ماشي حلو ولا ايه؟ امال بيقول ايه زميلك؟ صعب علم النفس؟ ما فيش مذاكر ومقفل. اخبار الامتحان ايه؟ كويس الحمد لله، والله اللجنه بس كانت شاده، بس الامتحان حلو. النني معانا، النني اخبار الامتحان ايه؟ صعب. هو انت كل امتحان انت بشكلك بتشيل العيله من عليك، صح؟ لا بيشيل الحسد. شكلك والله العيال يقولوا لي ان انت طيب ومقفل في كل المواد، وجاي كل ما تقابلني تقول لي الامتحان صعب. يا رب والله في تكات، هو لازم يبقى في تكات. امتحان كان طب والطب والله معقوله؟ ربنا معاك. اخبار الامتحانات ايه يا شباب؟ ايه وحش رخم؟ اخبار الامتحان ايه؟ تعال اخبار الامتحان ايه الدحيح؟ اخبار الامتحان ايه اللجنه انا مالي ومالي اللجنه؟ انا بقول الامتحان اللجنه كانت شاده. انت في لجنه يوسف؟ لو حال مش عارف. انت كده قلقتني. اخبار الامتحان ايه؟ والله زي الفل جدا، وعايز اشكر المس مدونه بجد، برضه مس مدونه كل بيحبها واضح كده بصراحه. دودو هي التوب. كل بيحبها، انا شايفه كده. وزلنا معاكم بنشوف نتابع اراء طلاب الثانويه العامه هنا. اخبار الامتحان ايه؟ اخبار الامتحان ايه؟ علم نفس ولا جيولوجي؟ علم نفس حلو. امتحان سيء والله. ايه وحش كلها مش شبه. اكيد ما بياخدش عند مدونة، اللي باخد عند مدونة اللي والله، بس هي مدونة انا حليت كتير قوي ما جوزي. مدونة رقم واحد، بس اللي بتعرف والله العظيم انت كداب، واحنا نخش غير لما كل الاسئله. انا بس عايز اسال سؤال، عايز لبس مدونة، عايز اسال سؤال واحد بس. اقدام اقدام ولا احكام؟ اقدام اقدام احكام كان وحش، بس انا بشكر مس مدونة رب العالمين. ايه حكايه يا جماعه على مس مدونة؟ يا جماعه احجام احجام، واللي عامل قدام احجام ده واحد ما خدش عند مس مدونة. كل الواد ده واحد عند مدونة، هو بيبعت لك بيقول لك ليه والله الراجل ده مظلوم. اللي عامل عند واحد بيخش على شغله. عملت ايه؟ انا بدور عليك. حلو الامتحان؟ الامتحان كان نص ونص النهارده، نص ونص. طب استنى نعمل ايه بقى؟ الامتحان سيء جدا. يا عم قبل الامتحان ايه؟ تعالى كده قول لي الامتحان ايه؟ ما عندكوش؟ امال فين؟ امال فين بتاع علمي؟ امال فين ال امتحان صعب موت. ايه الامتحان ده؟ الله، هو سهل ولا صعب؟ التسريب غلط. وانت كنت بتحل غلط في التسريب؟ طب هو انت بتحل من التسريب؟ انا ما خدتش. انا سمعت
استقبال استقبال بس بأمانة يعني بأمانة الامتحان جاب امثله مس مدونة برضه اتغدى برضه اتغدى بقى لا وماله بقى انت كنت مستني اصحابك لما يطلعوا هو انت كنت مستني اصحابك لما يطلعوا ومش امال كنت مستعجل الماتش ولا يوسف 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 مش بيبيع هيدرو بيبيع يا اخبار الامتحان معاكم ايه بص قلنا الورقه 9 و10 وممشيش بكلام الوزاره تعالوا ادبي وفي اجابتين ثلاثه ينفع يعني هي اجابات تنفع استنى اجابتين ثلاثه ينفع حرام يا ابني على حسب بقى من حط اللي كده الراجل ده ورقه 9 و10 ومفيش كلام الوزاره واللي كان جاي تشيس ناخد وقتنا كله واللي اتعجل وقت بس لم الورقه قبلها بخمس دقايق قبل الامتحان كله وانا صراحه لجنه كانت شاذة ينفع الكلام ده لجنه كانت شاذة لجنه كانت شاذة اخر حاجه لجنه كانت هما الاثنين بتاع كيمياء وبتعمل نفس اللي قالوا على بعض اخبار الامتحان ايه؟ موبايل عايز انسى حد ان هو صغير ايه؟ قناه ايه دي؟ ما عملتش حلال كانش بتحدد ان هو صغير يعني ماشي حلال متابعينا الكرام متابعي جريدة موقع أهلي مصر في كل مكان تابعتوا معنا ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد ما بين سهل وما بين صعب الامتحان عملت ايه؟ شغال ما بين سهل وما بين صعب والطلاب بيشتكوا ان ورقة الإجابة ورقة الأسئلة راحت لهم بعد 10 دقايق عقبال ما خلصوا فيها وتبقى كده يعني هنقول دي كانت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد من أمام حتة الامتحان حته امتحان واحمد احمد اللي لابس قميص ده مسك في المراقب فوق وضرب المراقب قسما بالله جالنا مراقب صعيدي متخلف شكرا متابعينا الكرام متابعي جريده موقع اهل مصر في كل مكان كانت معكم سعاد الديب موقع اهل مصر من محافظه بورسعيد